السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات شوفنا اللي احنا عملنا ديسكفر للأجهزة. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم ازاي هنقدر نعمل مانج عشان نطلع منهم داتا نقدر نكونترول. اول حاجة الديسكفر اللي عملناها برضه جابلنا داتا، بس مش دي الداتا اللي احنا عاوزينها كلها. فلو جيت على بروبرتيز مثلا بتاعة الكمبيوتر اللي احنا عملت له ديسكفر، هتلاقي السايت بتاعه، الدومين، الايجنت تايم حاليا هو ايه، الكاريت عندي في الداتابيس بتاعة الكونفيجريشن امتى، ال distinguish name بتاعه، الدومين بتاعه، الاي بي، ال last login time على السيرفر ده كان امتى، ال name بتاعه، netbios name، الويندوز اللي عليه نوعه ايه، وحاجات من ديت. مثلا ال site اللي هو assigned ليها، ال set بتاعه، ده نوعه system ولا user، وال OU بتاعته وهكذا. فلو قلت له close كده، انا عشان اقدر امانج بشكل اكتر، مثلا اعرف الهاردوير ذات نفسه اللي عنده ايه او اقدر ادلوي عليه، انا محتاج انستول كلاينت. في عندي طريقتين للانستول كلاينت، اول طريقه المانيوال وتاني طريقه الاوتوماتيك. الطريقه المانيوال بتكون ان انا بديبلوي الايجنت من الكونسول، او باخد الفايلز بتاعه الايجنت نفسه ذات نفسه او كلاينت ذات نفسه وبسطبها على السيرفر. وتاني حاجه الاوتوماتيك اللي هنتكلم عليها في الفيديو الجاي. الطريقة أهم حاجة في حكاية الكلاينت انستليشن هو الفايروول. لو أنا جيت هنا على ال جوجل وعملت سيرش على ويندوز فايروول اند بورت سيتنجز فور كلاينت كمبيوتر اند كونفيجريشن مانجر، هتلاقي يقول لك والله انت محتاج يكون الفايل اند برنتر شيرنج مفتوح، الانباوند يكون مفتوح عليه الويندوز مانجمنت انسترومنتيشن دبليو ام اي، البورت 80، بورت 443، ال 10 123، كل البورتات ديت محتاج تكون مفتوحة علشان تقدر تمانج الكلاينت وتقدر تنستول الكلاينت. فعشان كده انا عن نفسي في اللاب بتاعي عملت اوف للفاير وول، بس انت عشان في البرودكشن انفايرمنت بتاعتك محتاج تكون مراجع البورتس الريكوايرد بكونفيجريشن مانجر وبعمل انيبل ليها كلها. بس اول طريقه معايا اللي انا كنت زي ما شفتوا الفيديو اللي فات، كيت الجيمين انستول كلاينت. حكايه كيت الجيمين انستول كلاينت دي انا اقدر اعملها على كمبيوتر واحد او على مجموعه من الكمبيوترز، او اقدر اعملها على جروب من الكمبيوترز. الجروبز اللي من الكمبيوترز بنسميها كولكشن. فلو مثلا جيت على اولد سيستم كده وقلت له انستول كلاينت، هيدي نفس الريزلت. لو انا زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت، انا هدوس كليك يمين انستول كلاينت، بس لغايه دلوقتي الكلاينت ما نزلش. عاوز اعرفكم على طول حلوه تعرف بيها اللوجز ليه. يعني اول حاجه انت الكونفيجريشن مانجر مليان بلوجز، اي مشكله عندك لازم هتروح تراجع اللوجز بتاعتك. لو جيت هنا على الزيس بي سي سي بروجرام فايلز، شفت configuration manager logs، هتلاقي اي حاجه اكشن بيحصل في configuration manager ليه log بيتكتب عليه. فانا لو جيت على سي سي ام log، هتلاقي هنا بيقول لك والله انا مش قادر انستول الكلاينت على دي سي 01 علشان ماشين اكونت. انت لما بتكليك، عملت كليك يمين انستول كلاينت كده، هو حاول ينستول بالماشين اكونت اللي هو اس اس ام سيرفر. اس اس ام سيرفر ده يعتبر اكونت عادي ملوش بيرميشنز، اللي هو لوكال ادمن على الاجهزه علشان يقدر ينستول الايجنت. لازم ان انت تنستول الايجنت بيكون باكونت لوكال ادمن على الاجهزه. فعشان كده احنا محتاجين ندي للكونفيجريشن مانجر اكونت ليه لوكال ادمن بيرميشن على الاجهزه عشان يقدر ينستول الكلاينت. التول ديت اللي انا قريت بيها اللوج وطلع، وزي ما انتم شايفين هو بيوريك الايرورز فين والورنز والكلام ده. اللوج دي التول ديت لو انت جيت على الديس بي سي سي برضو بروجرام فايلز كونفيجريشن مانجر، هتنزل هنا هتلاقي تولز. لو انت دوست دبل كليك عليها كده، هيقول المفروض يطلع لك بوب اب يقول لك انت عاوز تخلي التول ديت الديفولت تول عشان تقرا بيها اللوجز، فانت تقول له يس كده. لما تخش على تقرا اي لوج، هيطلع لك والله الايرورز فين والورنز فين والكلام ده. ميزه التول دي هي مش شغاله مع كونفيجريشن مانجر بس، لا انت اي لوجز عندك هتقدر تقراها بالتول، وهتسيف
تسهل لك عمليه ان انت تلاقي الايرورز بتاعتك. فانا علشان اقدر احط الكلاينتس بتاعتي او احط سوري الاكونت اللي انا هقدر ديبلوي بيه كلاينتس، باجي على ادمنستريشن سايت، هخش على سيتنجز كلاينت انستليشن سيتنجز كلاينت بوش انستليشن اكونت، هضيف الاكونت او النيو اكونت، وخلينا نضيف اللوكال ادمن. اقدر ممكن اقول له براوز كده لاب سلاش ادمنستريتور. انا حطيت كده دلوقتي الدومين ادمن بتاعي، ادمنستريتور كده بتاع غلط ده. انا دلوقتي ضفت الدومين ادمن بتاعي. المفروض في الانفايرمنت الحقيقي بتاعتك ما تضيفش الدومين ادمن، بس احنا زي ما اتفقنا احنا في تيست لاب، انت المفروض هتعمل اكونت او عن طريق الجروب بوليسي هتخلي اكونت لللوكال ادمن بيرميشن على الاجهزه، او هتعمل اكونت مخصوص لحكايه الكلاينت بوش انستليشن، ما تستخدمش طبعا اللوكال ادمن او سوري الدومين ادمن اكونت. نحط الباسورد اللي انا هستخدمها، اقول له اوكي ابلاي اوكي كده. لو جيت تاني على سيت اند كومبلاينس على الديفايسز ليك يمين انستول كلاينت نيكست، هنا بيقول لي انت عاوز تقلو كلاينت ده ينزل على دومين كنترولرز باي ديفولت، هو مش عاوز ينزل على دومين كنترولرز، او لازم تعمل حط الشيك بوكس ده عشان يقدر ينزل على دومين كنترولرز. ليه الحكايه ديت؟ علشان في شركات بتحتاج الدومين كنترولرز بتاعها ما يبقاش عليه اي سوفت وير، علشان مثلا سوفت وير بتاعك او الايجنت بتاعنا الكلاينت بتاعنا لما هينزل هيعمل هاردوير انفنتوري كل شويه، ده هيضيف لود على السيرفر، فاحنا عاوزين السيرفر يكون مخصوص لاي دايركتري دي ان اس، ما فيش عليه اي اديشنال لودز. حته اللي احنا بنضيف كلاينتس اضافيه على الدومين كنترولر مثلا، ده يعني ممكن يعتبر additional threats، بحيث اللي هو لو حصل كان في سائرة security للايجنت ده ممكن حد يقدر يخترق ال DC بتاعك ويجيب الداتا، فاحنا عاوزين نقلل ال service of attack على قد ما نقدر. علشان كده بنخلي ال DC ما بنزلش عليه اي ايجنت، حتى في ناس ممكن بتنزلش عليه انتي فيروس حتى على ال DC. فعشان كده لما تحب تنزل على ال DC فهو ليه special التريت اللي انت لازم تحط عليه علامة الصح ديت. always install this client software، احيانا في بعض الاجهزة ممكن يكون عليها سوفت وير قديم فانت عاوز تعمل له ريبير او عاوز تعمل له ابجريد، فانت بتقول له always install the client software. طب لو انت عاوز تشيل الكلاينت الاول القديم وبعد كده تنستول الجديد، فبتحط التشيك بوكس ده. هنا بتقول له والله انا عاوز انستول الكلاينت ده تبع لاي سايت، لو انت عندك كذا سايت هتختار من هنا. لو انا ما اخترتش الاوبشن ده فهو باي ديفولت هيختار السايت الموجوده في كلاينت بوش انستليشن سيتنجز. خلينا نقول نيكست، ده السامري بتاعك نيكست كلوز. تقدر تتابع بقى الاكشنز من برضو من اللوجز بتاعنا، لو دخلت على البي سي بروجرام فايلز كونفيجريشن مانجر لوجز سي سي ام completed الريكوست، تمام. لو رحت هنا على ال DC 01 واعمل لوجن، هتلاقي عندك CCM setup .exe، ده هو كده بينستول فايل الكلاينت، وهو بيحتاج ينزل لوكال كوبي من الانستليشن فايل، فاللوكال كوبي ديت هتنزل على السي ويندوز سي سي ام سيت اب. وبالشكل ده يعتبر هنبتدينا ننستول اول كلاينت عندنا. لو رجعنا هنا لو طلعت فوق شوية عاوز اوريكم اللي هو هنا بيقول لك انا قدرت اكونكت على الماشين ديت باستخدام الاكونت اللي اسمه لاب ادمنستريتور. الحتة بتاعت السايت
لو انا دخلت هنا في الادمنستريشن سايتس السايت بتاعتي، وبعد كده قلت له كلاينت انستليشن سيتنج، كلاينت بوش انستليشن، انستليشن بروبرتيز، هتلاقي هو هنا بيستخدم السايت اللي هي اسمها لاب. دي الحته اللي قلت لكم لو ما عملتش تشيك بوكس في الانستول كلاينت هيستخدم السايت دي. فدي اول طريقه عندي في الانستليشن بتاع الكلاينت بتاع الكونفيجريشن مانجر. تاني طريقة اللي أنا بجيب السيت أب فايلز وبروح مانيوال بنفسي على الكلاينتس أو على الكمبيوترز اللي أنا انستول الكلاينتس. فين السيت أب فايلز؟ لو جيت هنا سي بروجرام فايلز سيستم مايكروسوفت كونفيجريشن مانجر، هتلاقي فيه فولدر اسمه كلاينت. أنا محتاج أخد الفولدر ده أو هديه على المكنة اللي أنا عاوز انستول عليها. المكنة اللي أنا هنستول عليها المرة دي هي اسمها لاب داش بي سي، تمام. انا دلوقتي على السي بتاع الماشين اللي اسمها لاب بي سي، نقلت عليها الكلاينت، كل اللي هعمله هاجي هنا على الماشين كلاينت هختار سي سي ام سيت اب، بس كده. لو جيت على تاسك مانجر مور ديتيلز هتلاقي سي سي ام سيت اب ابتدى يعمل سيت اب ذات نفسه. فانا كده النهارده شفت طريقتين اللي انا اقدر اعمل بيهم ديبلوي للكلاينت. اول طريقه اللي انا باجي هنا على الماشين وبقول له كليك يمين انستول كلاينت. تاني طريقة اللي أنا بقدر أروح على الماشين ذات نفسها وأبتدي السيت أب بالانستليشن فايلز. المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي نشوف الأوتوميتد سوليوشن بتاعة الانستول كلاينت.